يا ماما ما تقفوريش بقى. مامت ايه وزفت ايه؟ بعد ايه بقى؟ بعد ما شلتها في بطني 9 شهور. انا مولودة بعد 7 شهور بس. واتحبست عشانها 9 سنين. ماما انت اتحبستي عشان عقد الماظ. وما اعرف من بره انها كل يوم بتقابل واد اسمه راشد. بقابله عشان زميلي في الشغل. وانا اللي قاعده هنا بدور لها على عريس. طب قولي لي، قولي لماما، فرحي ماما حبيبتك. معلش حبيبتي معلش. مستكتر عليا الفرحه. ده انا لما ام البوهي باهر قالت لي ما صدقتش. هتقولي له ايه لما يجي يسالك في فرحكو؟ ماما فين؟ هتقولي له ايه؟ ولا لما تبقوا قاعدين على البحر في شهر العسل بتشموا الهوا ويقول لك ماما فين؟ هتقولي له ايه؟ هو انت كتبتي كتابي وجوزتيني وطلعتي لي فيزا وسفرتيني شهر عسل كمان؟ لا، ما هي زنزبار دي مش محتاجه فيزا. وكلكم بقى واحفادكم لما يسالوك عني ويقولوا لك تيتا فين؟ هتقولي لهم ايه؟ هو انا كمان خلفت؟ وولاد ولا بنات بقى يا ترى؟ يا حبايبي يوسف ومنى اسم الله عليهم، لما يسألوكي ويقولوا لك تيتا فين؟ هتقولي لهم تيتا ماتت؟ بعد الشر عليكي يا حبيبتي، ما تقوليش كده. ماما أنا ماشية يا ماما عشان عندي شغل. قبل ما تحكي لي على الواد اللي اسمه راشد؟ هبحكي لك عنه بعدين، سلام. ماشي يا بيلا، ماشي يا بيلا، ماشي ماشي يا بيلا. وطلعت له بمقشة ونزلت له بمقشة، لقيت حمامي بيتعشى ويا حمامي الوجعاني، طلعت له بمقشة. Thank you.